بونسوار كرز الجميل، شكرا لكل التهاني اللي وصلتني مناسبة عيد ميلادي وكل هداياكم الحلوة، بس اكو شخص كل سنة يفاجئني بهدية غير شكل، خليكم وياي حتى نشوف شنو الهدية. خلونا نشوف شنو واصلني. هذه هدية عيد ميلادي، اذا انتظرها. سيارة حبيبي، مو تدري ما اعرف اسوق. شنو هالمفاجأة الحلوة؟ ثانك يو بيبي. ها شنو؟ ليش ربي ليش؟ تفلش سيارتي، انهجم بيتي، افرح احمد ابو السايبه، افرح مجيد الانتره، ارقص علي سوناته، راحت خطوط المدارس كلها صارت الكون. انت صاحب هاي السياره؟ لا والله، بس ضايج ما عندي شيء، قلت خللطم عليها. اي طبعا انا صاحب هاي المهجومه، ما تشوفين الصاير بيها؟ هسه تصلح لي سيارتي. انا اصلح سيارتك؟ ايه. انا الطابق سيارتي بباب البيت. ايه. وانت اللي جيت بسيارتك ورجعتي عليها. ايه. وفلشتيها. ايه. وهي تاكسي. ايه. وسيارتك جي كلاس. ايه. ربي جاي يشوف. انت ما تدري ايش سويت؟ سويت؟ خربت احلى هديه اجتني بعيد ميلادي. او ماي جاد. شنو هي الهديه؟ هدية. انت هاي هديه عيد ميلادك؟ ايه. ليش المن تحبين تركي ال شيخ؟ شوفوا. شوفوا صار من وراء عينكم، اندعمت السيارة وعيون الناس شعليها، اندعمت من التفاهة. مو مهم السيارة، أهم شي سلامتي. تقول الجي كلاس مو مهمة، رب جاي يشوف. ها بيبي، اي دعمتها للجي. لا لا تجيب غيرها، نصلح هاي. يريد يجيب وحدة ثانية، يريد يجيب وحدة ثانية. لك هي شاحنة غير جي كلاس. يلا بيبي باي. أدري وهي قحط الجي كلاس، أصلاً بيبي راح يجيب لي وحدة أغلى من هاي. أغلى من الجي كلاس؟ ايش راح يجيب لك نيمار؟ هسه ايش تريد؟ اسمعي. والله العظيم اذا هذا البيبي مالتك ما صلح لي سيارتي تدرين شو اسوي؟ يابا والله العظيم اخذ السمير مال جي كلاس. بيبي، واذا دعمت الجي كلاس فدوه، اهم شيء انت سالمه. بعدين انا جايب لك هديه جديده، رولز رايز، واحلى بوسه، وهلا بالسويج. هلا 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 بالسويج. هو هذا البيبي جاب لك جي كلاس وراح يجيب لك رولز رايز؟ ربي جاي يشوف. تدري انا ليش اختاريتك من دون كل الشباب؟ لين قلبه طيب ولين شخصيته كلش حلوه، مو لين جاب لك الجي كلاس. ابد ابد، خروس رايس ولا الها علاقه. تشوف وجهه فتول الله، شلون وجهه، شلون وسامه. لك وين الوسامه؟ هاي هذا وسيم؟ اي. وتيم حسن يدربي؟ بس قول لي تيم حسن عنده هيك عيون؟ فتول الله. ربو جاي شوف. حبيبتي أصلاً هاي الهدايا كلها قليلة بحقك، أنا راح أعطيك الهدية اللي تحبيها. عمري. عرفتيها بيبي، وهاي أحلى بوسة حبيبتي اللي بس بوسة. فدول الله ما تقول ليش هالجمال، أدري أمك متنسية ب مرق الشجر؟ لا. بطحالب؟ لا. بعصير مغثة؟ بقطعة من القمر. رب جاي يشوف. هسه هذا الغثيث شو يريد؟ حبيبي انا اريد حقي، اعطيني 200 دولار اريد اروح اصلح سيارتي. يريد 200 دولار؟ عبارة انا غشيم ويريد يقطني. قط قط. عفي حبيبي لا تخلي قطك. لك صار لك ساعة تكيد سيارات جي كلاس وروز رايز، على 200 دولار مالتي صرت حريص؟ اسمع لك غثيث، هي 25,000 تاخذها وانا خابر لك فيتر. فيتر؟ لك هذا وين لقيتي؟ بس قولي لي وين لقيتي؟ لك ما يعرف الفيتر من السمكري. حبيبتي انا ما لي علاقه، انت دعمتيني تعطيني 200 دولار. اذا الحكي هيجي خلينا نجيب مخطط.
شفت ولا الله بعمل صار عصبي اموت عليه بعيونه بعوجهه. وش شفه ما شفتيها؟ الو حبيبي ابو ايلين. ابو ايلين طبيب اسنان ما يرهم سمكري لو تنقلب الدنيا. راح يجيك واحد غثيث سيارته مدعومه او تصلحها وانا حاسبك بعدين. لا حبيبي انت مو ردت مخطط انا رايح اجيب المرور. بس دقيقه اوقف بيبي هو مرات 500 دولار نطيه. تدللين بيبي اعطيه 600 وفوقها بوسه. صدق راح يعطيني 600 دولار؟ ايه.